زيك. الله يسلم. منور الدنيا. منور بك. اسمك ايه بقى؟ حسام عبد الجواد. حسام عبد الجواد. المعلومه بقى اللي انا عايز اقولها للساده المشاهدين ان انا بحب اتعرف على الضيف قدام الكاميرا. يعني لما بدخل المكان لا بقول له زرع ايه ولا اسمك ايه، لاول مره بساله عن اسمه ولاول مره بتعرف عليه، لان انا عايز ارصد حقيقه واسجلها واوثقها عشان تبقى شهاده امام ربنا سبحانه وتعالى، شهاده امام الله. النهارده واحنا موجودين في المكان ده عند الحاج سعيد انا تاني مره اجيبه واول مره اتعرف على حضرتك. مشكلتك او قصتك مع الزراعه هنا ايه؟ انت ارضك مساحتها قد ايه؟ كنت زارع ايه؟ انت امتى ابتدت تظهر المشاكل؟ زراعتنا الاساسيه الاولا هي الفراولة، تمام. مشكلتنا كلها الاساسيه هنا هي الملوحه، درجه الملوحه عاليه، تمام. فالبركه في الحاج سعيد. لا انا طبعا الحاج سعيد ربنا يديله الصحه، ما نقدرش نستغنى عنه، بس انا بقى عايز اعرف ارضك حصل فيها الاول. لا المشاكل يا باشا، المشاكل الملوحه ديت بتنهي اي زرعه فيها، سواء فراوله سواء موز سواء لو برسيم، حتى اي زرعه الملوحه بتاثر عليه. جيتوا بقى لكبركم حاج سعيد، قلت له انا عندي مشكله وشايف ان انت زرعك ارضك جنب ارضي بس هنا الارض كويسه، صح؟ قال لك ايه؟ شكر طبعا في جهاز دلتا ووتر، ورحنا شفناه، يعني شفناه عملي على الزراعه، فرق في المحصول طبعا. انت راجل فلاح بتزرع فراوله بقالك سنين، اول ما شفت الجهاز اقتنعت ان ده اللي هيحل مشكلتك؟ لا بصراحه لا، انا اول ما شفت الجهاز ما اقتنعتش، بس اول ما شفته على الارض الطبيعه والواقع وعلى الزراعه اللي فيه اقتنعت، فقلت هركبه. ركبت الجهاز بقالك قد ايه؟ مركب الجهاز حاليا دلوقتي داخل في حوالي 3 اشهر. 3 شهور. الحاج سعيد بيقول ان نسبه الملوحه عنده 1400 جزء في المليون، وانت جاره الملوحه عندك قد ايه؟ نفس القصه، 1400. 1400. طيب 3 اشهر دي مش فتره قصيره ان انت تحكم على ان الجهاز نجح عندك؟ احكم عليه طبعا يا باشا، لان انا زارع. مش قصيره؟ لا مش قصيره. اه الملوحه بالذات بتبان على الزراعه على طول، من اول اسبوع بتبان على الزراعه. اه فرق في ايه بقى؟ يعني ايه اللي انت شفته بعينيك كده كراجل فلاح وفاهم في زرعتك ففهمت ان مشكله الملح اختفت؟ بص يا باشا، اول حاجه الملوحه بتبان عندنا على الورق، اللي هو الاوراق اللي زي ديت كده، بيبقى تحرويج في الاوراق، تمام، وبياكل القلب بتاع الزراعه. تمام. انا زارع على الارض ديت في مشتل، تمام. لا بسم الله ما شاء الله عليه، ما شاء الله. العمر المشتل وعمر النمو او معدل النمو بيختلف، يعني ده يفرق في الوقت كمان، تلاقي ان هي اسرع. يعني انا هنا بكلمكم على ايه يا جماعه؟ حليت مشكله وابتديت ازرع والوقت ليه ثمن، وكل ما كان النمو اعلى واسرع كل ما انا كسبت اكتر، وده اللي يهمنا. القطاع الزراعي والامن القومي الغذائي مهمين جدا، اللي بيقوم على هذه العمليه المزارع المصري. اذا ما كانش المزارع يحصل على حقه هنتعرض لمشاكل، اذا ما كانش المزارع يحقق هامش ربح هنا هيبقى فيه كارثه. لما احل له مشكله زي مشكله ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه، يبقى الراجل ده بيكسب، يبقى الراجل ده هيشتغل وهيزرع اكتر. تقول ايه المزارعين في كلمه اخيره كده عن تقنيه معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا؟ لا انا انصح اي واحد ما ركبش الجهاز يركبه، لان باين على ارض الطبيعه. ايوه تمام، احكم بنفسك وتعالى شوف الزراعه، فارق في مشتل. التكلفه الاقتصاديه، الجهاز ده ممكن يكون غالي ولا المصاريف اللي انت بتصرفها اغلى؟ بالنسبه للتكاليف المعالج الملوحه، لا الجهاز ارخص طبعا. ارخص. اه طبعا. حليت مشكلتي، وفرت فلوسي، وزودت انتاجي. اشكرك.